وزي ما احنا شايفين قدامنا ده كان أول ظهور لمحمد راجح في المحكمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده هنشوف مع بعض محمد راجح من داخل المحكمة وتفاصيل الجلسة الأخيرة ورد فعل والد محمود البنا الله يرحمه. انتهت الجلسة الثانية لمحاكمة محمد راجح واللي استمرت حوالي 8 ساعات كاملة، يدوب كان فيه نص ساعة بس استراحة في النص، واستمرت 8 ساعات لسماع أقوال الشهود. وفي النهاية الجلسة اتأجلت لجلسة 17/11 القادم. في الجلسة الأخيرة المحامين أثبتوا إن راجح عمره ما لم يتعدى 18 سنة، يعني عمره 17 سنة وحوالي 11 شهر، وبكده يبقى هيعامل في محكمة الأحداث، بمعنى إن أقصى عقوبة هياخدها راجح هتبقى 15 سنة. يعني الأحوال المدنية قالت في ردها على طلب محكمة شبين الكوم باستخراج شهادة ميلاد كمبيوتر للمتهم اللي هو أشرف محمد راجح المتهم بقتل الشهيد الشهام محمود البنا الله يرحمه، وتبين إن عمر القاتل 17 سنة و11 شهر. فالقرار النهائي إن شاء الله هيبقى يوم 17/11. نتمنى من ربنا إن شاء الله إن العدالة تتحقق. وبعد انتهاء الجلسة قال والد محمود البنا عايزين القصاص العادل من المتهم وزملائه حتى لا تتكرر الواقعة مرة تانية. وزي ما احنا شايفين قدامنا ده كان أول ظهور لمحمد راجح في المحكمة. في النهاية لا يسعنا إلا إن احنا ندعو لوالد وأسرة الفقيد الشهيد محمود البنا، ربنا يا رب يصبرهم، وإذا لم تتحقق عدالة الأرض فعدالة السماء بالمرصاد.